نرجع للاخبار ونرجع للمسلسل المصري المكسيكي. تعليق من حسام حبيب بعد خطوبه شيرين عبد الوهاب، قال انا اكثر واحده فرحان لها وفرحان بها. ابلغ على سعادته بخطوبه شيرين عبد الوهاب بعد ما انفردت القاهره 24 بخبر الخطوبه. قال الف الف مبروك يا شيرين، بتمنى لك احلى حياه في الدنيا والحمد لله رب العالمين انك سعيده، اشوفك سعيده على طول وربنا يفرحك دايما. هذا حسام حبيب بعد السيناريو بتاع الطلاق والزواج والطلاق والزواج ثلاثة أربع مرات. اليوم وقت اللي قالوا راو أنه الطلاق الأخير باش يرجعوا بعد وقاعدين يحذروا في العودة، فما شو قال رجع، يبدو أنه الأمور حسمت وشيرين انتقلت إلى موضوع آخر. رف مقر الأعداد ويزيدون والله يزوز مرضى رفيق مع كامل احترامات ولازم يداويه في أقرب فرصة. ليش تلوع في الكلمة كيك؟ عمرك ما سمعت على ثلاثة في حياتك قصوا مع بعضهم ورجعوا ثلاثة مرات؟ والله يا عمري لا سمعت بالحق. والله تخص مرة أنا ثلاثة مرة. لا لا نحكي على قبل ما أنا لا لا جديد هذا هذا تو تخطبت لواحد آخر. لا ما نخسيب أنا لا هذه نقرأ في كل ما فهمتوه. لا 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 هو قال بتمنى لك تصير سعيدة وهذا كل ما فهمتوش ولا نقرأ بالمصري. لا لأنه لا شكرا ليك لا مازي تكسر لك راي مقزة والله صبعت. أي إن شاء الله مبروك عليها وإن شاء الله هذه ثابتة بإذن الله. هذا تعليق على الأخبار. أي هذا لا نخسيب خطر ما عادش تخرب المصري رفيق فسروا بالدارجة والله. أنا عطيت صفر على خاطر نغمة المور هي راهو حسام حبيب وراهي شيرين تربيوا من التجربة السابقة اللي العبيد معناها سيبوا الدنيا كله شدوا في حياتهم ها وحبوا بعضهم ها وتعاركوا ها وسرجعوا والعركة وصلت حتى للعائلات. الأم تدخلت مع عمر أديب والخوز ده كيف كيف الويش تقول اللي هي تخطبت والويش تعلن اللي هي حرست والويش قاهرة القاهرة هي اللي 24 هي اللي صرحت فيها بغامو وقالت اللي هي معناها تخطبت رجل أعمال بعيد على الفن ودرشنية وهو الويز زاد يتفاعل. أنا بالنسبة لي وبعد إيه قال المصري بعد إيه ما هو حط من حياته هو زادة وهي زادة كانت زادة مساهمة في تحتيم حياته على خاطر خليت روحها ضحية. دوك شو الخطأ اللي عملته شيرين اليوم؟ ليه ما تعلنش اخويا زواجك وعرسك وكل حسكر علي ما دامك انت انسانه ما تعرفش التجربه اللي صارت لها معناها تجربتك السابقه اكيد فايق. انا حاجه واحده نحبهم ناس يتعلموها يا اخويا ماش تحكي لنا على الحب المثالي والتصاور والدنيا وانت ودري شنو ما هذا وقت اللي تسمعها من قبل وقت اللي كانوا معرسين وكاني باش يقعدوا افي انت نفس الكوبل يا اخويا هاكم شفتوا مراحل كيما الناس الكل فيها الايجابي فيها السلبي هاك البهرج اللي تعملوه هنا الكل كله تصاور ظهر في الاخر في الاخر برا ربي معاك وانا ربي معايا وهذا كيني صوت الحكمه في البرنامج. شيرين عبد الوهاب 10 حسام حبيب 10 راجلها جديد 10 علاش القاهرة 24 شنو اللي 24 عشرة تو الاخبار 10 باهي تفضل سيدي خويا علاش هذا الحب الصحيح يحبوا بعضهم تيقى مقتارف الفن مش كما الحب العادي ما انت ولا انا ولا ناصر ولا حاتم ولا زياد ولا أميمة العزيز علي فهمت هذا حب غير عادي حب نتاع فنانين حب كبير ياسر هي يتعاركوا الفنانين ويطلقوا المره الاولى والثانيه والثالثه لكن الاهم من هذا الكل وقت اللي خذيت راجل اخر ما قال لي يا جاره وبيه وعلي لا لا يهني فيها وشيخ فيها وفرح بها وربي بقى عليهم الستر اللي هم الستر حتى ما يحبش يحكي فيه الاخبار ما يحب نسالكم علي تزل فيه هاكي خاطر جاي شو علي كرونيكور شو علي كرونيكور علي التخر لا 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 ال 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 معناها كي يبدا واحد سعيد في الفتره هذيك ويعبر عليه هذاك حق هي من نقطه اللي قالتها مهمه بالحق سندريلا انك تذبح في ان شوا عملته معناها تذبح معنويا على خاطرك اكسبوزيت تو اكسبوزي حياتك للناس والناس كل دخلت في الكبيره والصغيره نتاع حياتك باللي صار بين شيرين وحسام حبيب مش المنطق انك تتربى انك تعرس بين زوج شهود وعدل شهاد وانتهى الموضوع والله الاخبار اللي عنا جعلنا عامين ما فيهم حتى منطق لا هي اخبارها هي فيهم حتى منطق بتات كلام ساره وفما حاجات راهو في الاكسبوزيسيون الاكسبوزيسيون بتات لا انفي دو بروفي هي وجودها بتات معناها عندها عقده بتات عندها ان كومبلكس في حاجة في حياتها بتاتر كان با فيكو فينالمون حسام حبيب بتاتر كل علاقة معناها توكسيك من أصلها فما برشا عباد سيبانويس راهو في التوكسيسيتي متاع العلاقة معناها يفو با كل شيء نحكم عليه من الزاوية متاعنا يقولك فما عباد كي سيبانويس في التوكسيسيتي متاعها
Tout à fait. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et cela veut dire quoi? Ça veut dire les calouhats, ma andou l'haq. Ma andish. Ça m'a bête qui s'épanouissent dans la toxicité. S'épanouissent. يشيخو في ال توكسيكيتي توكسيكيتي يحبوا كل ما هو توكسيك الهم والغم حشاكم انت وحاش المستمعين اللي هي شنو بالفرنسي دونك التوك سيكيتي نعود بعد الفاصل على الكلمه انت تحكي لانه تبارك الله عليك عندك كلمه الشيخ قال لك اني نستنى فيك في الورديه سيف الدين سيف الدين خاطر عطيتو رونديفو رفيق راهو الشيخ لا الشيخ معايا البارح مشينا درنا نهير كامل وقضينا مع بعضنا انا في بالي بروحي انا مريض بالعلال طلع الشيخ مريض كيفي كم غدوة على الشيخ والله لا تنفسوا هذه في الرحمة سلموا علي برشا شيخنا سيف الدين الكوكي